مثال ديال التمرين الرابع، تصرف ثم معادلة التفاعل، وهذا التفاعل عندنا سي أشطر سي أو زائد أش أو موا، عندنا سي أشطر سي أو موا زائد أش دو فو. نبغينا سي أ عند التكافؤ، عندنا سي أ في أ كتساوي سي بي في بي أ، نلقاو في 10 ناقص 1. وعندنا حنا أن المحلول خففنا 10 المرات، إذا التركيز البدئي هو 10 في التركيز في التركيز اللي حصلنا عليه، تخرج واحد مول على واحد. بالنسبة لدرجة الحمضية، أغلبية ما كيفهموش درجة الحمضية، هي كنشوفوا الكتلة ديال الخالصة ديال الحمض كنقسموها على كتلة المحلول. هنا كما عطاونا أن كل 100 غرام كتمثل 100 مللتر من المحلول، دونك حنا غادي نحسبوا شحال كاين في هذيك 100 مللتر ديال المحلول من غرام. فاش حسبنا غنلقاوها 6 غرام، واضح؟ إذا شفتوا هذيك 6 غرام اللي خرجت لينا نقسموها على 100 غرام ديال المحلول، عطينا 0.006 نضربها في 100 هي 6%، هذه كتمثل 6 درجات. طيب، ندوزو للتمرين اللي موراه.